فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. وختم هذه الآيات بقوله: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا معكم وهاجروا وجاهدوا والذين آمنوا من بعد يعني من بعد المهاجرين والأنصار وجاهدوا فأولئك منكم، يعني هذا من يأتي بعدهم إلى يوم القيامة، فهم كلهم حكمهم حكم المهاجرين والأنصار في أن بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة، والكفار بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة. ثم قال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، يعني في المواريث، فالمسلمون يرثون المسلم والكفار يرثون الكافر ولا توارث بينهم. وكانت هذه الآية ناسخة للإرث بالموالاة والمجاورة كما كان في الأول.